أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر محمد بن صلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إقامة ميران الفريق اليوم الأحد على فترة واحدة تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق. ويؤدي الفريق ميرانه في 6 مساء اليوم بصالة الأمير عبدالله الفيصل استعدادا لمواجهة القناة والمقرر لها غدا الاثنين ضمن الجولة الرابعة بالدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز. منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الأهلي لاعبات الفريق راحة من الميران لمدة 4 أيام بعد تتويج بالبطولة العربية للأندية للمرة 19 في تاريخ النادي والثانية على التوالي. ومن المقرر أن يستأنف الفريق ميرانه بشكل طبيعي يوم الأربعاء المقبل استعدادا للمباريات المقبلة. قررت منطقة الجيزة لكرة اليد إطلاق اسم لاعبة المنتخب الوطني ونادي الأهلي لكرة اليد الراحلة حبيبة حسن على كأس البطولة الشتوية التنشيطية والتي تنظمها المنطقة في الفترة من 12 إلى 15 من يناير المقبل. وكانت لاعبة الأهلي والمنتخب الوطني مواليد 2000 قد رحلت في حادث منذ أسابيع قليلة في فاجعة كبيرة لكرة اليد بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.